إلى ولاية المسيلة الآن، هنا استقبلت الزاوية القاسمية بالهامل وفدا من زوار من منطقة القبائل، وهي الزيارة السنوية التي اعتاد أهل المنطقة تنظيمها نحو زاوية الهامل. وعلى هامش الزيارة ألقى الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني شيخ الزاوية القاسمية كلمته، داعيا إلى تمتين روابط الأخوة والانتماء للوطن الواحد، داعيا الحضور إلى تتمين هذه الأمثلة الحية. سفيان قوادري رصد تالية. الزائرين من منطقة زواوة وما جاورها، فنذكر بهذه المعاني، معاني الأخوة الجامعة، وندعو مجددا إلى المحافظة على عوامل وحدتنا، وحدة هذه الأمة، وحدة هذا المجتمع بتنوع نسيجه الثقافي والاجتماعي. في كل سنة يجي وفد من مختلف بلاد القرى ومداشر القبائل في زيارة إلى الهامل، تقليدا زيارة أخوية وتاع صداقة. والحمد لله بعد الكوفيد الآن ورجعت الأمور، كانت تأتي مئات بالآلاف من الناس تأتي إلى هنا. ولعل العلاقة، تسألون عن العلاقة بين هذه الزاوية العريقة وبين منطقة القبائل، لأن الطريقة المتبعة في هذه الزاوية هي الطريقة الرحمانية، والطريقة الرحمانية هي منطقة في منطقة القبائل. أنا من منطقة القبائل، القبائل الكبرى كذا قبيلية الأربعة تيرتين. نتسد من كل سكواس هذا كيما الزياره، بصح تيكت النية داني للكورونا اللي الدقسي قيم يتوقف الدقس، تورا تغد الامور افكنت الله الحمد لله.